الدكتور أشرف زكي. سيادة النقيب. سيادة النقيب. أقول إيه تاني؟ تعليق أو رسالة أو كلمة. دكتور أشرف زكي، أنا بحس إن إحنا لو بصينا في دماغه هنلاقي مشاكل المواضيع 30,000 واحد جوه البيت وبره البيت، وبيعمل إيه وبيمثل كل ده جوه. ولو سيبناه يقعد يتكلم ممكن يخلص بعد سنة لو حكى لك كل تفصيلة في حياة كل الناس اللي عنده في النقابة. ده دليل على إن هو إنسان ناجح ومحترم، مش ممكن ومهني. يعني ما تعيد كلمة، مش ممكن. خلاص هو ما بقاش عايش حياته، هو بقى عايش حياة الآخرين. اللي بعده محمد نجم. مؤسسة. مؤسسة نجاح. بضحك معاه ضحك في يعني على رياكشناته وطريقته صوته يعني حركته، حالة في الكوميديا لن تتكرر خالص. وبعدين بقى عايز اقول لك هو عارف ان الناس بتحبه وبتجري وراه وبتروح له مصر، وده كان بيسلطنه على فكره في الكوميديا. ما الكوميديا سلطنه زي الغنى. اشتغلت معاه بقى، بيقعد عملت معاه اخر مسرحيه مش كده؟ مرسى مطروح. نجاح منقطع النظير. Yeah. وانا اللي قلت له روح مرسى مطروح، قلت له جرب ارض جديده. هتتبسط لما تلاقي جمهورك في الارض الجديده. كان يقعد بره المسرح يقعد يحط ودنه كده عشان يسمع السلطنه اللي بتحكي عليها، تصفيق الجمهور وضحك الجمهور على الافيه. تعرفي ان هو ممكن يقول لك عدد اللي ضحكوا؟ يعني يقول لك لا الافيه ده خد اقل من اللي قبليه عشان يتقال وحش، بكره لازم يتقال احسن. يجي تاني يوم يقول لك بصي شفتي انا قلت لك قول اسرع اهو الضحك حلو. بيقيس الضحك بودنه. وقال لي ايه بقى؟ حاجه برضو الواحد يقولها عليه تحسب له. قال لي انا قررت من بدايتي ابقى مؤسسه عشان ما احتاجش لحد وما استناش حد يجيبني ويوديني، فبقى عندي مسرحي وبقيت بطوله مسرحيتي وبقيت انا اللي اصور عروضي وانا اللي ابيعها وعندي شركه انتاج، فبقيت مؤسسه كامله مش مستني حد يعرض عليا. اللي عايز ينتج لي اهلا وسهلا، بس انا مؤسسه اشتغل اي وقت انا عايز.